إيجابية فكرة الإمام المهدي عليه السلام. إن تجربة التاريخ تؤكد إيجابية فكرة الإمام المهدي عليه السلام بشكل مخيف. ففي الجانب السلبي نجد السلطات المعاصرة لميلاده والتي تلت ميلاده حتى اليوم تعمل بأقصى طاقاتها للقضاء على هذه الفكرة. فقديماً لم تكن التدابير العسكرية التي اتخذتها السلطات قبل وعند وبعد ميلاده للقضاء على شخصه إلا أدلة قاطعة على مدى صدمتهم بهذه الفكرة. وحديثا ليس الإرهاب الفكري الذي يحاول تطويق هذه الفكرة إلا شاهدا على مدى ما يعانيه أعداء التشيع من أصل تلك الفكرة بعد أن يأس من إمكانية القضاء على شخصه. وفي الجانب الإيجابي نجد أن جميع أجيال الشيعة كانوا ولا زالوا يشجعون آمالهم ويهددون أحلامهم بفكرة الإمام المهدي عليه السلام. وأظن أنه لولا هذه الفكرة لما استطاع التشيع أن يخترق ظلمات التاريخ، وإنما كان يختنق بروائح المجازر وغياهب السجون. فليس الزخم الذي يخرج أنقاض التشيع من تحت الكوابيس والمآسي والويلات بفتوة وعنفوان أكثر من ذي قبل إلا زخم تلك الفكرة، ولا أدل على مدى حيويتها من أن جميع الحروب والتهريجات التي شنت وتشن عليها ما زادتها إلا نشاطا وصفاء في أذهان مئات الملايين. ولا أدل على مدى حيويتها من أن الكثيرين انتحلوا هذه الفكرة ليحرقوا بها المراحل إلى القمة، وما خاب ظن أحد منهم، فلم ينتحلها أحد إلا ونال أكثر مما كان يطمح إليه رغم توفر الأدلة على زيف كل من انتحلها حتى اليوم. وهل توجد أكثر إيجابية من فكرة ينجح بها كل من يدعيها ولو كذبا وزورا؟ وإذا فحصنا التاريخ وجدنا فكرة النبوة أقوى الأفكار قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ختم النبوة. فقبله كان الكثيرون من طلاب السلطة والشهرة يحاولون الانتماء إلى النبوة بسبب أو نسب، وعن طريق الادعاء، مجرد الادعاء، كانوا ينالون الذي يريدون. وبعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حيث ختم النبوة أصبح المتمهديون يقومون بدور المتنبين، وهذا يكشف أن المهدوية ورثت قوة النبوة. إن فكرة لم ينتمي إليها أحد بأي سبب أو نسب إلا وحلق فوق الرؤوس لا تكون فكرة سلبية، لكن المهرجين ضدها في ضلال مبين. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للمتعبين قرة للعين.